بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الليل وهي مكية. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال علقمة: والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ألم يكن فيكم صاحب السواد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد رواه البخاري هنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهو لا يريدني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري. هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء. وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو المثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق: وما خلق الذكر والأنثى. فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى، أي إذا غشي الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى، أي بضيائه وإشراقه، وما خلق الذكر والأنثى كقوله تعالى: وخلقناكم أزواجا، وكقوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا متضادا، ولهذا قال تعالى: إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره، وصدق بالحسنى، أي بالمجازاة على ذلك. قاله قتادة، وقال خصيف بالثواب، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: وصدق بالحسنى، أي بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله. وفي رواية عن عكرمة: وصدق بالحسنى، أي بما أنعم الله عليه. وفي رواية عن زيد بن أسلم: وصدق بالحسنى، قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم:
حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد حدثني من سمع أبا العالية الرباحي يحدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال الحسنى الجنة. وقوله تعالى فسنيسره لليسرى قال ابن عباس يعني من الخير. وقال زيد بن أسلم يعني للجنة. وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ولهذا قال تعالى وأما من بخل أي بما عنده واستغنى. قال أكرمة عن ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. وأكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة. فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عياش حدثني العطاف بن خالد حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتمف؟ قال بل على أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له. رواية علي رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله للعسرى. وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه. ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعنا مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعيد بن عبيدة به. رواية عبد الله بن عمر. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل؟ ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال فيما قد فرغ منه فعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ورواه الترمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدي به وقال حسن صحيح. حديث آخر من رواية جابر. قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب
أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله، أنا أعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة: ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به. حديث آخر. قال ابن جرير: حدثني يونس، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف؟ فقال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا، فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. قال: نجد ونعمل. رواية أبي الدرداء. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن خارجة، حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. فقالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: كل امرئ مهيئ لما خلق له. ففرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر. قال ابن جرير: حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عباد بن راشد عن قتادة، حدثني خليل العصري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي منسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك القرآن: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله. حديث آخر. قال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا كان له نخيل، ومنها نخلة فرعها في دار رجل صالح فقير ذي عيال، فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ ثمرة من نخلته فتسقط الثمرة، فيأخذها صبيان الرجل الفقير فينزل من نخلته فينتزع الثمرة من أيديهم، وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه. فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له: أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة. فقال له: لقد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها، وإنني لنخلا كثيرة ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من ثمرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة. فقال الرجل: يا رسول الله، إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتك إياها، أتعطيني ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: نعم. ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخلا، فقال له: أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة. فقلت له: قد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجل. فقال له: أراك إذن بأتها؟ قال: لا، إلا أن أعطى بها شيئا ولا أظنني أعطاه. قال: وما منك؟ قال: 40 نخلة. فقال الرجل: لقد جئت بأمر عظيم، نخلتك تطلب بها 40 نخلة؟ ثم سكت وأنشأ في كلام آخر، ثم قال: أنا أعطيتك 40 نخلة. فقال: أشهد لي إن كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاهم، فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 40 نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان. ثم قال:
ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت. ثم قال بعد: ليس بيني وبينك بيع، لم نفترق. فقال له: قد أقارك الله، ولست بأحمق حين أعطيتك 40 نخلة بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني 40 على ما أريد. قال: تعطينيها على ساق. ثم مكث ساعة ثم قال: هي لك على ساق. وأوقف له شهودا وعد له 40 نخلة على ساق. فتفرقا، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك. قال عكرمة: قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: والليل إذا يغشى، إلى قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وهو حديث غريب جدا. قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثنا هارون بن إدريس الأصم، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا. فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبتي، إنما أريد، أظنه قال، ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقوله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال مجاهد: أي إذا مات. وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم: إذا تردى في النار. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال قتادة: إن علينا للهدى، أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وجعله كقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، حكاه ابن جرير. وقوله تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، أي الجميع منكما وأنا المتصرف فيهما. وقوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد: أي توهج. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب: سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار. حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا، قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثني شعبة، حدثني أبو إسحاق: سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وأشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى.
ثم فسره فقال: الذي كذب أي بقلبه، وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وشريح قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به. وقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا، فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى: ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها. وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منه يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم. ولهذا قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. آخر تفسير سورة الليل، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الضحى وهي مكية، الصفحة 125. أروينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقري قال: قرأت على عكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد، فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك. فأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماما في القراءات،
فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه. وكذلك أبو جعفر العقيلي قال هو منكر الحديث، لكن حكى الشيخ جهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصبت السنة، وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يغشى، وقال آخرون من آخر والضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة، ثم جاء الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى السورة بتمامها كبر فرحا وسرورا، ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، فالله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب وابن عبد الله البجلي ثم العلقي به. وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع جندبا قال أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون ودعا محمدا ربه، فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة حدثني سفيان حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في إصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والسياق لأبي سعيد قيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، وذكر لنا أن أصبعه عليه السلام دميت. وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين، ولكن الغريب هاهنا جعله سببا لتركه القيام ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا قد قلاك، فأنذر الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا، فقالت خديجة إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخرها، فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين. ولعل ذكر خديجة
ليس محفوظا أو قالته على وجه التأسف والتحزن، والله أعلم. وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق هذه أن السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأوطح، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال له هذه السورة والضحى والليل إذا سجى. قال الأوفي عن ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطاء عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلاه. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم. قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم، وهذا وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. من فضلك تابع بقية المادة. وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراحا، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث المسعودي به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى أي في الدار الآخرة، يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر كما سيأتي. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك، فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. وقال السدي عن ابن عباس من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الحسن يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ألم يجدك يتيما فآوى، وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين،
ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره، هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل. فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. وقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية. ومنهم من قال إن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع، وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل، فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الطريق، حكاهما البغوي. وقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه، فجمع لك بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. وقال قتادة في قوله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، قال كانت هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثم قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم أي لا تذله وتنهره وتهن، ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة كل اليتيم كالأب الرحيم. وأما السائل فلا تنهر أي وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق وأما السائل فلا تنهر أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فضا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتادة يعني رد المسكين برحمة وليم. وأما بنعمة ربك فحدث أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علي حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا الجراح بن فليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. وإسناده ضعيف. وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وقال أبو داود
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم. وقال: صحيح. وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلى بلاء ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. تفرد به أبو داود. وقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية حدثني رجل من قومه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود: ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سرحبيل عن جابر: كرهوه فلم يسموه. ففرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك. وفي رواية عنه: القرآن. وقال ليث عن رجل عن الحسن بن علي: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: ما عملت من خير فحدث إخوانك. وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليها. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، وفرضت عليه الصلاة فصلى. آخر تفسير سورة الضحى، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة ألم نشرح، وهي مكية، الصفحة 24 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فررت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أنا شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدره، كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل: المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة، وقد أورده الترمذي هاهنا. وهذا وإن كان واقعا ليلة الإسراء كما رواه مالك بن صعصعة، ولكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء، وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، فالله أعلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا معاذ بن محمد بن أبي بن كعب، حدثني أبو محمد ابن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت يا أبا هريرة، إني في الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبلا إلي يمشيان
حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه. فأضجعان بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع. فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها. فقال له: أدخل الرأفة والرحمة. فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة. ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال: أعدو وأسلم. فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذي أنقض ظهرك، الإنقاض الصوت. وقال غير واحد من السلف في قوله: الذي أنقض ظهرك، أي أثقلك حمله. وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به، ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة ولدت أني لم أسأله، قلت: قد كان قبلي أنبياء، منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى. قال: يا محمد، ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى يا ربي. قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا ربي. قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قلت: بلى يا ربي. قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا ربي. وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد الغطريفي حدثنا موسى بن سهل الجويني حدثنا أحمد بن القاسم بن بهزان الهيتي حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغت مما أمرني به من أمر السماوات والأرض، قلت: يا ربي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ أني لا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان، يعني ذكره فيه. وأورد من شعر حسان ابن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به
حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته، فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وما أحسن ما قال الصوصري رحمه الله: لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العبد في الفم المرضي. وقال أيضا: ألم تر أنا لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما. وقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا حميد بن حماد ابن أبي خوار أبو الجهم، حدثنا عائد بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر، فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر عن حميد بن حماد به، ولفظه: لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه. ثم قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائد بن شريح. قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف، ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود الموقوفة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أبو قتن، حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس ابن عبي عن الحسن مرسلا. وقال سعيد عن قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين. ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين فهو مفرد، واليسر منكر فتعدد، ولهذا قال: لن يغلب عسر يسرين، يعني قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر الأول عين الثاني، واليسر تعددا. وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح، حدثنا خارجة عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة، ونزل الصبر على قدر المصيبة. ومما يروى عن الشافعي أنه قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرجا، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال ابن دريد: أنشدني أبو حاتم السجستاني: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها الفرج القريب. وقال آخر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكان يظنها لا تفرج. وقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي
إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك، وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك. وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياض نحوه، وفي رواية عن ابن مسعود: فانصب وإلى ربك فارغب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء. وقال زيد بن أسلم والضحاك: فإذا فرغت أي من الجهاد، فانصب أي في العبادة، وإلى ربك فارغب. قال الثوري: يجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. آخر تفسير سورة ألم نشرح. ولله الحمد والمنة. تفسير سورة والتين والزيتون وهي مكية. الصفحة 26 و500. قال مالك وشعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجه الجماعة في كتبهم. عزيزي المستمع، جاءت اللفظة الراكعتين في الحديث، ولعله يقصد الركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، وقال قرطبي هو مسجد أصحاب الكهف، وروى العوفي عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي، وقال مجاهد هو تينكم هذا، والزيتون قال كعب الأحبار وقتاده وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون، وطور سينين قال كعب الأحبار وغير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين معني مكة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار، ولا خلاف في ذلك. وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام. والثاني طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء، يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من ساعير، يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران، يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم.
فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف ثم الأشرف من ثم بالأشرف منهما. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها، ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار، قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إلا مطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم: ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. وقال هذا عن ابن عباس وعكرمة، حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير، ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله: فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع كما تقدم. ثم قال: فما يكذبك أي ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء في المعاد، ولقد علمت البدء، وعرفت أن من قدر على البدء فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال: قلت لمجاهد: فما يكذبك بعد بالدين؟ عنا به النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله، عنا به الإنسان. وهكذا قال أكرمة وغيره. وقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يدور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا: فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. آخر تفسير سورة والتين والزيتون، ولله الحمد والمنة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.